المايسترو صالح سليم في 11 من سبتمبر عام 1930 بحي الدقي. التحق بصفوف الناشئين بالنادي الأهلي عام 1944، وانتقل في نفس العام لصفوف الفريق الأول، حيث لعب بالفريق الأول حتى عام 1963 قبل أن يترك النادي للاحتراف في فريق جراتس بالنمسا، ثم عودته مرة أخرى للنادي الأهلي وإكمال مسيرة نجاحه حتى عام 1967، حيث قرر اعتزال لاعب كرة القدم. سجل المايسترو 101 هدف في حياته الكروية. شعبية صالح سليم كانت هي السبيل لجذبه للمجال الفني والسينمائي، وشارك في عدة أفلام سينمائية منها السبع بنات، وفيلم الشموع السوداء أمام الفنانة نجاة الصغيرة، وفيلم الباب المفتوح أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. بدأت رحلة سليم مع مرض سرطان الكبد عام 1998، عندما كان صالح يقوم بفحوصاته الدورية التي يجريها كل 6 أشهر لدى طبيبه. أعلم الطبيب صالح بأنه مصاب بمرض السرطان، وعند مناقشة صالح لأطبائه لبدء العلاج أعلم أن الورم السرطاني الذي ظهر في نصف كبده لا يمكن استئصاله، لأن النصف الآخر من كبده مصاب بتليف بسبب إصابته في وقت سابق من حياته بفيروس سي. لم ييأس صالح، بل رضخ لنصائح الأطباء باتباع أسلوب جديد للعلاج، ألا وهو العلاج الكيماوي الموضعي. التزم سليم بالعلاج الذي اقترحه أطبائه إلى أن وافته المنية صباح يوم 6 مايو عام 2002 عن عمر يناهز 72.